هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. الصوت بيجمعنا وفيكم نحنا منكبر، لو بتكونوا معنا الوقت بيحلى أكتر. استنونا سوا حنكون، يلا حكونا هوانون هوانون. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي ومتابعينا ومشاهدينا في كل مكان في هاي الحلقة الرائعة والجديدة من برنامجكم اللي بتنتظروه كل يوم خميس الساعة 5 بتوقيت السعودية على قناتكم قناة نون، برنامج الحوارات الجميلة والشيقة والتفاعلات الرائعة جدا، برنامج هوا نون. حلقة جديدة فيها فقرات متعددة ومنوعة ومميزة، إن شاء الله رح تستمتعوا بمتابعتها معنا. أكيد اليوم عندنا أخبار كتير حلوة وكتير كويسة وفي مفاجأة كتير مهمة خلال الحلقة، وموضوع مميز أكيد رح نحكي فيه حتى نستفيد منه وتشاركونا فيه آرائكم واتصالاتكم معنا. وأكيد رح يكون معنا بالاستوديو ضيوف بتحبوهم كتير وبتحبوا طلتهم على قناة نون. قبل ما نحكي مين ضيوفنا، حابب أخبركم شو رح يكون موضوع الحلقة تبعت اليوم. اليوم أحبابي رح يكون الموضوع اللي رح نحكي فيه هو الصداقة والأصدقاء، الأصحاب، الرفقات، الأصدقاء، الفريندز، يعني كل هاي المصطلحات. أكيد هلأ معظمكم رجع على المدرسة ورجع للدوام ورجع لشاف أصحابه أو يعني شاف ناس جداد ممكن يتعرف عليهم أكيد بعد هذا الانقطاع الطويل في فترة العطلة الصيفية، ومنكم أكيد غير مدرسته يعني أو الحي اللي ساكن فيه وصار بعيد عن أصحابه اللي بحبهم بحبوه، ممكن صار عنده أصدقاء جداد هلأ في الصف الجديد، ممكن يجوا من مدارس تانية أو ممكن يكونوا يجوا من صفوف أو شعب تانية. وعشان هيك اخترنا هالموضوع وحابين نسمع منكم شو الأشياء وشو الصفات اللي بتحبوها تكون موجودة بأصحابكم، وبرضو بنفس الوقت كيف بتقضوا أوقاتكم مع الأصدقاء والأصحاب، وهل حياتكم أحلى مع الأصدقاء ولا لا. وكمان بتقدروا أصدقائي أكيد تحكوا لنا شو اسم صديقكم أو صديقتكم المفضلة وترسلوا لهم تحية عبر الهواء مباشرة. لما تحكوا معنا بإمكانكم توصلوا تحياتكم لأصدقائكم وصديقاتكم المميزين من خلال الاتصال على أرقام البرنامج. من داخل السعودية بتقدروا تتواصلوا معنا على الرقم 7007460 أو 7007401، ومن باقي أنحاء العالم تقدروا تحكوا معنا على الرقم 00882162774166. كمان أكيد تقدروا تتواصلوا معنا بكل مشاركاتكم وأي شيء حابين تكتبوا لنا إياه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح تشوفوها هلأ أمامكم. عندنا الفيسبوك والتويتر والإنستغرام، كمان تقدروا أكيد تشوفوا كل جديدنا وكل الأشياء المميزة تبعت القناة على اليوتيوب شانل كمان اللي موجودة. وأكيد تقدر تتواصلوا معنا على هاشتاج البرنامج اللي هو هاشتاج هوانون. نرجع للضيوف اللي معنا اليوم. اليوم معنا رح يكون بالاستوديو نجمين جميلين، صديقين هم النجمين رح يكونوا معنا رغم اختلاف العمر الكبير، يعني اختلاف كتير كبير في العمر والطول والحجم وكل إشي، لكن تربطهم صداقة كتير قوية وكتير أكيد محبة كبيرة بينهم. عشان نعرف مين هم النجمين ضيوف حلقة اليوم، في عنا هيك زي مش برومو، زي هيك بعض الصور جمعناهم بشكل سريع للنجمين الصديقين. خلينا نشوفه مع بعض. اليوم حنغني لكم الحلوة اسمها ايه؟ مع مايا. اوكي؟ اوكي. الحلوة اسمها ايه؟ مايا. جمالها انما ايه؟ مايا. يا سلام، بس شكرا. اذا فيديو جميل وصور جميل كتير، وهذا احد الفيديوهات المشتركة طبعا. كتير هم محمد ومايا بحبوا يعملوا فيديوهات هيك غريبة عجيبة، لكن هذا اللي لقينا لهم اياه في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله إيش ما بيعملوا أشياء جديدة كمان راح نجيب لكم إياها ونتشوفوها دائماً. محمد ومايا أصدقاء من الدرجة الأولى خلينا نقول، وبدردشوا مع بعض دائماً على طول، بس يجي عندي محمد أو بس نروح إحنا عندهم ومايا على طول تسأل عن محمد وبتحب تشوفه، دائماً تقول لي وين محمد بشار، وين كبو،
وبس نطلع معه مشاوير دائما بياخذها وبيشتري لها اشياء زاكيه وايس كريم وكل الاشياء الزاكيه. صح وينها ما لسه باقي. واذا سافرنا او صورنا كليب او طلعنا مشوار اكيد ما بتعرف تقعد او ما بتعرف او يعني بتحب كثير انها تقعد جنبه لانه بتحدثوا مع بعض بطريقه كثير حلوه. اليوم راح يكونوا هدول النجمين هم معنا وراح ندردش معهم بموضوع الصداقه. معلش الصوت شوي لانه حكيت بصوت عالي وصالح اليوم ما جابليش الزنجبيل كالعاده فمش مشكله. فرصه تجيب لي صالح زنجبيل. جيب زنجبيل اوكي عشان الصوت. طيب هلا اكيد كلكم متشوقين لتعرفوا جواب مسابقه سؤال الاسبوع اللي كانت معنا الحلقه الماضيه من هوانون واكيد مين راح يفوز معنا بالسحب. سؤال الاسبوع الماضي كان بيقول ماذا يسمى صوت الهاتف؟ هل يسمى رنين ام طنين؟ اذا شو بسمى صوت الهاتف، رنين ام طنين؟ احنا بنقول رن التليفون ولا طن التليفون؟ اكيد احنا بنحكي الجواب هو التليفون ما بطن فصوته بسمى رنين. اذا صوت التليفون اسمه رنين. اكيد بنحيي كل الاصدقاء اللي عرفوا اجابه السؤال وشاركونا بالاجابه سواء عبر الاتصال على البرنامج مباشره عبر الارقام الخاصه في بلدانهم او بعثوا لنا رساله قصيره كانت تحتوي الاجابه الصحيحه. وزي ما عودناكم الرابح معنا راح يفوز بجائزه عباره عن 200 ريال سعودي مقدمه من حليب رونا جرو، حليب القوه والذاكره القويه والنشاط والحيويه. هلا صالح راح يناولني الاسماء الفائزه. مين الفائز؟ بسرعة صالح تعال ناولني من جنب. أيوه شكرا يعطيك العافية مع السلامة. إذن كل الأسماء موجودة حاليا معي هون فهلا بدنا نسحب على اسم الفائز. يا سلام هيو يا ترى مين اللي فاز معنا بال 200 ريال سعودي المقدمه من حليب رونا جرو؟ الفائز او الفائزه معنا هي شهوده الخازمي من ليبيا، فازت معنا عن طريق الاجابه الصحيحه. شهوده الخازمي هي اللي فازت معنا ب ممتاز كثير. احنا على الهواء بنلعب في الكاميرا ممتاز جدا، بس اذا بتحبوا تاخذوا كلوز او خلاص يعني هي شهود الخازمي من ليبيا. ان شاء الله فريق البرنامج راح يتواصلوا معك وراح يوصلوا لك الجائزه بالطريقه المناسبه. شكرا لك يا شهود وشكرا لكل الاصدقاء اللي شاركوا معنا. وان شاء الله بدي اياكم كلكم تشاركوا معنا كمان في هاي الحلقه حتى تدخل اسماءكم على السحب للحلقه الجاي ويفوز احدكم معنا بال 200 ريال سعودي المقدمه من حليب رونا جرو. وبما انه الاسبوع هذا بنحكي عن الصداقه فراح يكون سؤال الاسبوع، سؤالنا راح يكون الصديق وقت الضيق ولا وقت الفرج؟ الصديق وقت الضيق ولا الصديق وقت الفرج؟ بدنا نكمل هذا المثل. سؤال سهل وان شاء الله كلكم راح تعرفوا اجابته. ويا ريت كمان الامهات والاهل اللي عمالهم بيتابعوا مع ابنائهم انهم يعني يساعدوا ابنائهم بانه يعرفوا الاجابه الصحيحه ويتواصلوا معنا عبر ارقام البرنامج اللي بتظهر امامكم على الشاشة اللي هي من داخل السعودية 7-0-0-0-7-4-6-0 أو 7-0-0-0-7-4-0-1. وأكيد من باقي دول العالم تقدروا تتواصلوا معنا على الرقم الدولي 00-88-216-22-77-4-1-6-6 حتى تشاركونا وترسلوا برضو تحياتكم وإهداءاتكم لأصدقائكم المميزين واللي بتحبوهم. خلينا نشوف ونتابع مع بعض هاي الحلقة المميزة من برنامجكم هوانون. استنونا سوا حنكون بأحلى هوا هوانون. هوانون. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. كل واحد عايش مدرسته على طبيعته ويعبر على طريقته. عندك المجتهد وفي المخترع الجريء والرائد. مهما كان اختياري طبعي طبيعي. الربيع صحة للجميع. أنا كلي طاقة وحيوية ونشاطي يبدأ الصبحية. أفطر مع أهلي وإخواتي.
هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. وأعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. اليوم معنا ضيوف مميزين بصداقتهم وبمحبتهم أكيد. معنا أصدقاء هم نجوم معنا في قناة نون، إلهم العديد من الأعمال الجميلة، وإن شاء الله كمان قريباً راح تشوفوا أعمال جميلة جداً لمعظم النجوم، إن شاء الله راح يزبطوها ويعملون لنا إياها إن شاء الله قريباً. أكيد تقدروا تتابعونا أول بأول على قناة اليوتيوب تاعت القناة نون اللي هي نون كيدز نت. هاي هي اليوتيوب شانل تاعت قناة نون، تقدروا تتابعوا معنا فيها كل الأعمال الجديدة اللي بتطلع أول بأول إن شاء الله على القناة. معنا النجوم وهيها بتنطنط حوالي، بلشت الست مايا. معنا محمد بشار ومايا الصعيدي، اهلا وسهلا. ايش نحكي له؟ اهلا وسهلا. يلا نحكي له اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفك؟ منيحه. شو اخبارك؟ منيحه. مبسوطه اني انت اليوم مع عمو محمد في برنامج هونون؟ ليش مبسوطه؟ هيك. بتحبي محمد قديش؟ ليش بتحبيه؟ طيب هيك يعني شو بيشتري لك؟ شيزاكي. زي ايش يعني؟ شو بيشتري لك شيزاكي؟ زمان اشترى لي شيزاكي. ما اشترى لك شيزاكي؟ زمان اشترى لي. شو اشترى لك؟ اشترى لي كندر جوي. اشترى لي كمان. ايوه. هيك لي زي الصغار. زي الصغار. يعني صداقتكم كثير مميزة مع محمد؟ أصدقاء يعني؟ إذا أعزائي المشاهدين، الصداقة دائما يعني مش مرتبطة بأعمار معينة، ممكن تكون بأعمار مختلفة. أكيد لازم تشاركونا باتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الهواء عن طريق أرقام الاتصال في البرنامج، وهي أكيد تظهر أمامكم على الشاشة. من داخل السعودية بتقدر تتواصلوا معنا على 7000-7460 أو 7000-7401، ومن باقي دول العالم تقدر تتواصلوا معنا على الرقم الدولي الخاص بالبرنامج اللي هو 0088-216-22-77-4166. لحد نسمع شو رأيكم بالصداقة وشو رأيكم بعلاقة الصداقة بشكل عام، ومتى الصديق ممكن يكون مفيد ومتى الصديق ممكن يكون يساعدنا في أمورنا كلياتها. وأكيد تقدروا تتصلوا معنا لتوجهوا تحياتكم الجميلة والرقيقة لأصدقائكم أو يعني لصديقاتكم المميزين حتى يسمعوها على الهواء ويشاركونا بهذا البرنامج، برنامجكم الرائع، برنامج هونون. بنرجع لأصدقائي وأحبابي هون في الاستوديو. محمد، شو رأيك بصداقتك مع مايا بشكل عام؟ هل بتحس انه يعني انت بتحب الاطفال يعني ولا طبعًا. يعني مايا بالذات هيك صداقتك مميزه معها؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك حبيبي وبكل اللي بيشاهدونا وبتابعونا الان. انا ما بدي يعني هيك اكذب عليك، انا زمان كنت يعني مش كتير صاحبي مع الصغار، بس بعديها هيك يعني بس صرت اتعامل اكثر مع اطفال شوي للزين. اوكي. صرت احب الاطفال. تعرف انه انا قبل ما يجيني لينو مايا برضو نفس الشيء، ما كنتش احب الصغار. مزبوط يعني هو حسب الطفل، في اطفال خلص يعني كنت احسهم بيغلبوا وكذا ومش عارف ايه، بكى وعياط مزبوط. بس لما اجت لينو مايا صرت لا احس حالي تعودت صرت احب يعني الصغار واحب المشاغبات هذه. انا تحببونا في الصغار يعني. لينو طيب. يعني لينو طبعا حبيبه قلبنا ومايا. شكرا بابا، زبط وخلص. اوكي شكرا. شفت كيف؟ شكرا شكرا مايا. مايا شكرا. خليها زبط، مش مشكلة. أوكي. مش مشكلة. طب إحنا أبو حميد أول إشي بدنا نبارك لك بانطلاقة برنامجك اسمع وسمعنا
على قناة نون، واللي بينعرض كل جمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية. فألف ألف مبروك. ومعنا اتصال على الهواء، خلينا ناخده مباشرة. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، أهلا، مين معنا؟ شهد. كيفك يا شهد؟ ألو. شهد كيفك؟ بخير. من وين تحكينا يا شهد؟ شهد محمد. شهد محمد، من وين عم تحكينا؟ من الإمارات. من الإمارات، أهلا وسهلا في كل الأحباب والأهل في الإمارات العربية المتحدة. من وين من الإمارات يا شهد؟ من رأس الخيمة. من رأس الخيمة. شو رأيك في برنامج هوا نون؟ بتحبيه؟ بتتابعيه دائما؟ هي. طيب، عندك أصدقاء يا شهد؟ هي، عندي أصدقاء بالمدرسة. اشتقتي لهم؟ رجعتوا على المدرسة ولا لسه؟ امبلا رجعنا للمدرسة. كنت مشتاقة لأصدقائك؟ هي مشتاقة وايد. شو برأيك الأصدقاء مفيدين بإيش؟ ممتاز. طيب، في أصدقاء معينين حابة توجه لهم تحية عبر برنامج هوا نون؟ هي. تفضلي. تفضلي وجهي لهم تحية إذا بتحبي. أنا أبا علي. بابا. شهد سامعاني؟ أبا علي. صوته عالي بابا، لازم ما تحكي. لا. طيب شهد، بدنا نسألك سؤال الحلقة، الصديق وقت الضيق ولا وقت الفرج؟ وقت الضيق. الصديق وقت الضيق. إن شاء الله تكون إجابتها صحيحة لشهد وتفوت معنا على السحب لتربح معنا 200 ريال سعودي مقدمة من حليب رونا جرو. شكرا لك شهد، تحياتنا لك ولكل الأهل والأحباب في الإمارات العربية المتحدة. شكرا يا شهد. نرجع لمحمد، كنا بنحكي إنه عن برنامجك اللي هو اسمه وسمعنا وانطلاقته على قناة نون، ويعني ما شاء الله في نجاح من أول حلقتين في البرنامج. احكينا شوي عن البرنامج. يعني هو البرنامج إن شاء الله يكون جميل، عم بشوف ردود أفعال حلوة من الجمهور اللي بتابعه. هو برنامج مسابقات وبيعتمد على المشاركات الاتصالات. عم ناخد اتصالات، في ناس عم تحكي معنا، وفي عنا الدولاب العجيب أو القرص العجيب. هذا القرص عم بدور، قرص عليه مقسم لخمس أقسام. أوكي، فهو بدور أوتوماتيكلي يعني. أوكي. بختار لعبة من الألعاب عشوائية. هلا الألعاب، هلا اسم برنامج اسمه سمعنا، لأنه إحنا عم نسمعه أوديو يعني معين، أغنية معينة، وهي الأغنية بتكون ملعوب فيها أو مسرعة أو مبطئة أو حتى أو بده يعرف لمين. يعني هي مجموعة من الألعاب اللي بتعتمد على أغاني قناة نون الحلوة. فبده يكون المشارك يعني بيعرف متابع حتى يعرف يجاوب. جميل، يستمع جدا. جيدا. طيب، فكرة البرنامج كيف طلعت؟ يعني هي الفكرة طلعت، كنا عم ندور على برنامج أوكي نعمله ونطلع فيه. ف يعني الفكرة كنت أنا وياه مع بعض نفكر فيها. مظبوط. أنه بدنا برنامج في مشاركة. في مشاركة ويكون فني. يكون فني، يكون ناس تتصل يعني تجرب تشوف قد هي حافظة، قد هي عارفة، قد متابعة للقناة. فكانت فكرة من هون إنه خلينا نعمل برنامج فيه أغاني يسمعوها الناس، وعلى أساسها نقدر إحنا برضو نعرف نحكم قديه في جمهور، قديه بتابعونا، وقديه ممكن ننبسط معهم ونستفيد معهم. وبرضو يعني هذا البرنامج بحس بينمي الذائقة الموسيقية عند المستمع وبصير يفكر فيها بشكل بآخر. طبعاً إحنا يعني في إحنا يعني إذا بتلاحظ إنه برامجنا اللي بنعرضها خميس جمعة سبت على شاشة نون هم ثلاث برامج مختلفة. برنامج الأول برنامج هوا نون وبرنامجك بيعتمد على اللقاءات والحديث مع الناس حول مواضيع معينة. مزبوط. أوكي. البرنامج الثاني مسابقات سماعية، بدك تسمع يعني فني شوي بنقدر نحكي. الثالث معلوماتي، يعني فهمت كيف؟ معلومات. برنامج ثالث برنامج معلومات، يكون عندك معلومات منيحة وبيعتمد على الثقافة اللي انت عندك اياها مكتسبها. جميل جميل. مايا، شو رأيك ناخذ اتصال؟ يلا نقول الو. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو. عليكم السلام. مين معنا؟ عبد الرحمن من المغرب. عبد الرحمن من المغرب، كيف الحال؟ الحمد لله. عبد الرحمن، بدي أسألك سؤال حلقة، هل الصديق وقت الضيق أم وقت الفرج؟ وقت الضيق. الصديق وقت الضيق. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، رجعت لأصدقائك في المدرسة؟ إيه.
اشتقت لهم؟ كنت مشتاق لهم؟ ايه. اول ما شفت اصدقائك شو عملتوا؟ فرحت كثير. فرحت كثيرا. طيب في عندك اصدقاء مميزين حاب توجه لهم تحية عبر برنامج هوانون؟ عبد الرحمن، في اصدقاء مميزين حاب توجه لهم تحية عبر البرنامج؟ ايه تفضل. تحية اصدقائي كلهم، سلم على صديقي ايمن. ايمن ان شاء الله يكون يسمعك. تمام. اختي العزيزة ارادت تتكلم معكم. اوكي خليها تتفضل، هيا محمد راح يجاوبها ويحكي معها مباشرة. تفضل محمد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، مين معنا؟ زينب من المغرب. اهلا وسهلا فيك يا زينب، كم عمرك يا زينب؟ 10 سنوات. ما شاء الله العمر كله يا زينب. زينب السؤال اللي بيسأله عم عمر عشان يفوت اسمك على السحب، بقول لك الصديق وقت الضيق ام وقت الفرج؟ يا سلام عليك، هذا جواب إن شاء الله يكون جميل وصحيح. شكرا لك عزيزتنا، تابعونا دائما، نشكرك ونشكر اتصالك ونشكر كل أهل المغرب. بابا مايا بدي أسألك سؤال، أقعدي بسرعة بسرعة عشان أسألك بسرعة، أقعدي. بكفي مي بابا، بكفي مي، شربت كثير اليوم. أيوة شكرا. طيب بابا مايا، هلأ أنت رحتي على السكول؟ بكفي مي عشان أعرف أحكي معك. شكرا. هلا صرت كبيرة ولا نفس الصف السنة الماضية؟ كبيرة. بأي صف هلا صرتي؟ KG1. طب ايدي ايدك عند امك عشان الناس يشوفك وانت بتحكي. طب صرتي KG1، هذا صف الكبار. شو اخذتوا في KG1؟ لونونا الينا. اه طبعا احنا غسلنا. طبعتوا ورحتوا غسلتوا؟ ليش تغسلوا؟ عشان يروح. طب شفتي اصدقائك اللي كانوا معاكي صحباتك؟ ما شفتيهم؟ شفتهم. شو حكيتي لهم بس شفتيهم؟ العب معاهم. لعبتي معهم ايش كمان؟ لعبت. كمان. ولعبتي في الالعاب اللي برا؟ سيب المي، سيب المي بابا شوي. دشته. بابا شربت كثير. طيب قبل ما نكمل ندردش معاكم، حابين هيك ابو حميد يسمعنا هيك شغله خفيفة لطيفة عن الأصدقاء، شو رأيك؟ في عنا أغنية كنا نغنيها أنا وياك، اللي هي لما نحن سوا بنتلاقى. نغنيها أنا وياك يلا. لا 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 لما نحن سوا بنتلاقى أو نتفارق زمن يطول، القلوب بتضلها مشتاقة، ما في حدا عن حدا مشغول. لما نحن سوا بنتلاقى أو نتفارق زمن يطول، القلوب بتضلها مشتاقة، ما في حدا عن حدا مشغول. غني يا محمد سمعني، شو بقلبك شو بيقول؟ شو بحب اسمع له يسمعني، القلوب تغني على طول. قلبي يا عمر بدق لك وبدقات وعم بقلك انك اغلى خيو كلك، على بعضك صاحب عسول. الله 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 الله، يعني اغنيه جميله جدا بتجسد فعلا روح الصداقه. اكيد يعني محمد انت بشكل عام كم صديق عندك؟ والله عندي كثير اصدقاء صراحه، عشرات الاصدقاء، عشرات اذا مش مئات. ان شاء الله نقدر نلحق عليهم كلهم وما يزعلوا منا. معنا اتصال نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مين معنا؟ شيماء من المغرب. شيماء كيف الحال يا شيماء؟ الحمد لله. من وين عم تحكينا يا شيماء؟
من المغرب، من الرباط. من المغرب، من وين؟ من الرباط. من الرباط، اهلا وسهلا يا شيماء، كيف الحال؟ الحمد لله. هل الله يخليك يا رب. هل بتعتبري قناة نون هي صديقتك ولا في عندك اصدقاء كمان اخرين؟ عندي أصدقاء آخرين، بس قناتنا هي صديقتي المفضلة، هي ورينا الصعيدي، أنا بحب ليه. يا سلام يا سلام عليكي. طيب بدنا نسألك سؤال حلقة، الصديق وقت الضيق أم الصديق وقت الفرج؟ وقت الضيق. الصديق وقت الضيق. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتدخلي معنا على السحب لتفوزي معنا بي. ممكن أحكي مع محمد بشار؟ آه طبعا، تفضلي شيماء، معك محمد بشار على الهواء مباشرة. مرحبا شيماء. مرحبا، كيفك؟ اهلا وسهلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ منيحه؟ الحمد لله. انا حبيت برنامجك ودعيت لك بالصلاه ان الله يوفقك ان شاء الله. امين يا رب. شكرا لك يا شيماء، يعني ان شاء الله رب الله يستجيب الدعوه وتصير احسن واحلى واحلى كمان ان شاء الله. شيماء، في عندك اصدقاء حابه توجهي لهم تحيه على الهواء مباشره؟ اي، حابه اوجه تحيه لخوله ولا ساره ولا 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 سعد ولكل الأصدقاء اللي بالعالم العربي اللي بيتابعوا قناة نون، وحابة أسلم على مايا ونقولها أنت بتاخذي العقد ومنور الشاشة. إن شاء الله يا رب تكون تحياتك. الله يخلي لك إياهم يا عمو. الله يخليك. شكرا شكرا يا شيماء. لينو مايا، أنت تجيبوا، أنت تجيلي الاستوديو، والله صحتنا لي، بدنا لي نجي على الهواء نون. خلاص إن شاء الله بنجيب لكم إياها قريبا إن شاء الله، وأكيد لي ما أنت بتشوفيها كل يوم سبت الساعة 5 توقيت السعودية في برنامج الرابح مين مع ديما وليد. حابين نسمع عن الناس أخبارها، حابين نسمع أخبارها. خلاص إن شاء الله راح أجيب لكم إياها قريبا في برنامج. سلم لي عليهم، سلم لي على الكل. يوصل يا شيماء، شكرا لك، تحياتنا لك ولكل الأهل والأحباب في الرباط وفي المغرب. مايا، هذا صديقك؟ أعطيها المايك لأنه مايك خطافي. هذا صديقك؟ لا. شو اسمه؟ ما إله اسم. ليه؟ هيك. لا خلي له اسم، سميه اسم، شو بدك تسميه؟ اسمه مايا. لا انت مايا. مايو؟ احكي معه شوف شو بتقولي له. بعيط. مين بعيط؟ خليه يسكت، قولي له اسكت يا حبيبي. اسكت. اسكت. لا طب اشوف العبي معه، شو ممكن تلعبي معه؟ لعبة النوم. طب هو نايم ولا صاحي هلا؟ صاحي. صاحي؟ احكي له كيف حالك؟ حالك؟ بيحكي؟ شوفي لي يا بيحكي؟ لا. هي بيحكي؟ حكى. احكي اشوف كمان مرة، اسألي. بيحكي؟ كيف حالك؟ أعطيني شوية. طيب أكيد مايا عم بتحاول تحكي مع صديقها. قدرت. يلا أعطيتي المايك لمحمد عشان بدي أحكي معه. يلا مع السلامة. شو؟ شو هذا؟ شو هذا؟ أعطي أعطي محمد سرعة. أوكي محمد، هل لازم الشخص يكون عنده أصدقاء ولا يعني ما في فائدة من وجود الأصدقاء، أو في فائدة مهمة جدا من وجودهم؟ بابا لك يعني هل، خليني بابا اعرف اسال عمو لانه خربطت وهي صارت علي. الصداقه شيء مهم يعني. عندك اذا يكون عندك اصدقاء اكيد حتكون يعني تقدر تحكي اللي جواتك لناس. ضروري وجود الاصدقاء طبعًا. هذا هو السؤال بشكل عام يعني. اتوقع صعب الناس تقدر تعيش بدون ما يكون عنده، يكون عندهم اصدقاء، لانه الصديق تقدر تنبسط معه، تطلع معه، تشاوره بحياتك. عشان هيك من الشيء الأساسي والمهم أنه يكون نوع الصديق، تعرف كيف تختار صديقة. بس مرات محمد ما بتحس أن الأصدقاء ممكن يزعلوا لأنه ممكن يكون الواحد مشغول أو يبعد عنهم لفترة طويلة؟ هلأ طبعا يعني بالنهاية في مشاغل في الحياة، ممكن تبعد عن أصدقاء. هلأ في أصدقاء بتحكي أنه هذا بعد عني، معناته يعني باعني، تركني، نساني. هلأ بالنهاية أوجد لصديقك ألف عذر بالنهاية. مزبوط. إلا ما يكون عنده أعذار معينة، إلا ما يكون عنده يعني بعض الظروف، تعرف هاي ظروف. صحيح. خلينا ناخذ هذا الاتصال ونكمل مع محمد. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمة الله، معكم مريم من بلد المليون ونصف المليون شهيد من الجزائر. اهلا وسهلا يا مريم وبكل الاهل والاحباب في الجزائر، كيف الحال؟
لا بس الحمد لله. انت ما وصلك ولا بس؟ الحمد لله نحن لا بس وسافا وبألف خير الحمد لله. الحمد لله. ننتظر زيارتكم الى بلدكم الثاني الجزائر، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في اي وقت ان شاء الله يا رب يسهل لنا قريبا ونزوركم في الجزائر بلد المليون شهيد. بدي اسالك يا مريم، الصديق وقت الضيق ام وقت الفرج؟ اكيد الصديق وقت الضيق. الصديق وقت الضيق. هل بتحسي هذا المثل يعني او يعني موجود على ارض الواقع انه فعلا الصديق قد يكون وقت الضيق؟ لما يكون الصديق تتدلى فيه صفات الصديق باتم معنى الكلمه، يعني لما يكون الصديق فعلا صديق اكيد يجسد هذا المثل على ارض الواقع. ولكن ان كان الصديق لا تتجلى فيه يعني الصفات التي يجب ان تتوفر في الصديق من اخلاق حميده وغيرها من الوفاء من الصدق من الاخلاص، فلا اظن انه هذا المثل سيتجسد على ارض الواقع. ما شاء الله، يعني أنا سعيد جدا إنه عم بسمع ناس من الجزائر يتكلموا هذه الفصحى بهاي الطلاقة صراحة، جميل جدا. والله العلي العظيم أنا يعني لست أنا بعمري 21 سنة. ما شاء الله. الله يسلمك، اتصلت بكم فقط لكي أشجع قناتكم الجميلة قناة نون الفضائية، ولأشجع نشيدكم الجميل والهادف والذي يخدم الطفل العربي وخاصة الطفل المسلم. وأتمنى لكم المزيد من النجاحات والتألقات إن شاء الله، وخاصة لكي أبين لباقي الدول العربية أن الجزائر تتحدث اللغة العربية الفصحى، لأنه الكثير لما يتحدثون معنا نحن الجزائريون خاصة والتونسيون يعني المغاربة مباشرة يتحدثون معنا باللغة الفرنسية، لكن هذا ليس صحيح. نحن نتكلم لغة عربية فصحى وكذلك نتكلم اللغة الفرنسية بحكم حقبة الاستخراب الفرنسي على الجزائر، فنحن نعتبرها غنيمة حرب. اللغة الفرنسية هي فعلا غنيمة حرب، يا سلام. لكن نتحدث اللغة العربية فهي أيضا لغتنا ونحن نفتخر بها ونعتز بها. صحيح. بارك الله فيك مريم، سعيد جدا باتصالك وتواصلك معنا، بتمنى تتابعونا دائما وتتواصلوا معنا دائما. أشكرك. ما شاء الله. أكيد هي من الأصدقاء يعني المقربين جدا. ما شاء الله. أشكرك يا مريم، تحياتنا لك ولكل الأهل والأحباب في الجزائر، وإن شاء الله نزوركم في القريب بإذن الله تعالى. شكرا. الله يبارك فيك يا ربي. شكرا لك. محمد نرجع للأسئلة. ليش حاس القعدة رسمية شوي؟ لا لأنه ماكل وماجبس. شو ماكل؟ تغديت يعني. تغديت صح وعافية. شو تغديت اليوم؟ ورق عنب. الله جميل ورق عنب. هل بتحس إنه الأكل صديقك؟ نعم صحيح. شوف الأكل يعني صداقة طبعاً، لازم أنت كل شيء معك بالذات يعني ولا الكل يعني الأكل صديق والكل. أنا بنبسط مع الأكل لما بتجي تأكل، يعني بدك تعتبره صديق إلك إنه جاي تنبسط أنت وياه. بس هل الشخص يأكل صديقه؟ ما هو شوف لدرجة إن صديقك لما يضحي بنفسه عشانك، بنفسه عشانك عشان تشبع وتنبسط تستلذ، هذا هو أجمل صديق. جميل 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 يا محمد. طيب لو كان عند الشخص صديق واحد أو اثنين بيكفي ولا لازم يكون فيه لأ مجموعة كبيرة من الأصدقاء حتى تكون حواليه دائما وموجودة معه؟ والله أنا بشوف ما بفرق كثير الموضوع، مدام أنه عندك من صديق إلى 100 صديق، مدام أنه أنت مبسوط سواء معه أو معهم فهذا الإشي بكفي. يعني إذا كنت أنت مرتاح مبسوط في علاقتك مع صديقك فهذا إشي ممتاز جدا. طيب هل الأصدقاء لازم يكونوا بأعمار متقاربة يعني ولا مش مشكلة إذا كان مثلا في عندي صديق أكبر مني شوي أو أصغر مني شوي؟ لا لا ما بفرق، بالعكس هو أصلا يحبذ أن يكون عندك صديق أكبر منك شوي عشان تستفيد منه من خبرته. صحيح. تصير في تبادل خبرات يعني الحياة. الصديق الأكبر منك تستفيد منه والصديق الأصغر منك بتفيده. عفوا؟ الصديق الأصغر منك بتفيده أنت. آه. والصديق الكبير تستفيد منه. آه على الحالتين الصغير هو اللي يستفيد. آه طبعاً. لا ما هو شوف أحياناً لأنه الصديق الكبير بغيب عن التكنولوجيا فهو بصير علمه ويدرب فيه. يا سلام. آه طبعاً. بس الصديق الكبير برضه هو أخبر في الحياة، صار عنده خبرة كويسة. يعني بيحكي لك أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. فكيف إذا كان يعني كثير كبير عنك؟ آه. شفت كيف؟ بس ما هو لازم يلاقي سند برضه، بده شاب هيك يحس بالشباب ما. صحيح. آه شكراً. بلاش يكون واحد يعني أكبر منك بحس بالشباب كتير معه، فلازم يحس إنه في لا لا أنا مش كبرت، لا في أصدقائي هم شباب وكذا. أوكي أوكي شكراً. مش عارف أنت ليش بتلمح بس شكراً على كل. معنا اتصال. قول ألو. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ عبد العزيز من الإمارات. عبد العزيز من الإمارات. من وين من الإمارات يا عبد العزيز؟ رأس خيمة. من رأس الخيمة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بخير. عبد العزيز بيحكوا الصديق وقت الضيق أم وقت الفرج؟
وقت الضيق. الصديق وقت الضيق. طيب ممتاز جدا. عبد العزيز، التقيت في أصدقائك بعد غياب ولا دائما أنتم على تواصل الأصدقاء؟ مع وصلات. كيف؟ دائما على تواصل؟ ما شاء الله جميل جدا. مع تواصل. طب في عندك أصدقاء حاب توجه لهم تحية عبر البرنامج؟ هي. تفضل. تفضل وجه لهم تحية عبد العزيز. عبد العزيز معنا؟ أصدقاء هوانون. أصدقائك هوانون، يعني إحنا يعني بصراحة مبسوطين جدا بهاي الصداقة. نشكرك يا عبد العزيز، تحياتنا لك ولكل الأصدقاء اللي بتابعونا من الإمارات العربية المتحدة. طيب. حلو هاي أصدقاء النون. إنه فعلا. يعني أنت بتحكي هذا إنه في عشرات الآلاف متابعين هلا عم بتطلعوا. صحيح. فيعني اعتبروا نفسكم انكم انتم اصدقاء لهذا البرنامج وهذا البرنامج صديق لكم. كيف؟ جميل جدا. جميل جدا. معنا اتصال اخر، نقول الو. السلام عليكم. الو. الو مين معنا؟ اوكي، يبدو الاتصال انقطع. محمد، لو اكتشفت انه في عندك صديق استغلالي، يا سلام، شو بتتصرف معه هذا الاستغلالي؟ يعني هو من الغلط يكون عندك صديق استغلالي، لكن أوكي. لكن اكتشفت بالصدفة انه عندك صديق استغلالي، لازم تحكي له، سواء عن من طريقك بطريقة مباشرة او من طريق حدا بطريقة غير مباشرة. كيف يعني انه هو عم بيستغلك؟ يكون في احد الاصدقاء جنبه يحكي له انه انت بلاش يحسك عم تستغله، انت هذا الموضوع غلط. فهمت كيف؟ بس لازم توجه له هاي الرسالة. مين مين يعني؟ طب لو حسيت احسه انك انت يعني انت فاهم انه انا فاهم انك انت هيك عم تستغل، كيف هذا اشي غلط. جميل. طب لو حسيت انه في احد الاصدقاء امامك يعني بيكون ملاك، نعم، لكنه من خلفك في نوع من الخيانه والغدر، بيكون نعم. منافق يعني. منافق، شو بتتصرف معه؟ هاي مش من صفات الصداقة اصلا يعني. يعني هذا لا اعتقد انه ممكن يكون صديق اصلا. من الصعب ان يكون عندك صديق بتامن له وبتحكي له كل شيء، ويكون عندك في ثقه عمياء فيه، ومن وراك بروح بيحكي كل شيء، بتحكي له اياه كل خباياك واسرارك، وبحكي عنك من وراك يعني. فهذا الصديق ما له اي داعي. طب شو بتحكي للمتصل اللي راح يتصل معنا هلا؟ بحكي له الو مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عزيز، مين معنا؟ الو مين معنا؟ السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بدي اغلبك اسمعنا من الهاتف وخفض صوت التلفزيون لو سمحت. حسنك عبد الله من الجزائر. اهلا وسهلا باهلنا في الجزائر المميزين والمتفاعلين معنا اليوم، كيف الحال؟ الحمد لله. عبد الله، الصديق وقت الضيق ام وقت الفرج؟ الصديق وقت الضيق. وقت الضيق، يا سلام عليك. اذا عبد الله، طيب هل بتحس فعليا انه الصديق فعلا بيكون موجود وقت الضيق؟ نعم، الصديق ديما يكون موجود وقت الضيق. هل في موقف صار معك واحتاج صديقك، كنت في ضيق واحتاج صديقك وكان صديقك موجود إلى جانبك؟ والله توجد كثير من المواقف، ولكن أجد أصدقائي ديما معي. أصدقائك ديما ومايا، ما شاء الله ما شاء الله، وهم أكيد بوجهوا لك تحية يا عبد الله، وتحياتنا لك ولكل الأهل والأحباب في الجزائر، ونشكرهم على المتابعة الطيبة، وإن شاء الله قريبا نزوركم. أعزائي المشاهدين، يعني حلقتنا مستمرة، وموضوعنا أكيد عن الصداقة. استنونا سوا، حنكون بأحلى هوا هوا نون بعد هذا الفاصل. هوا نون. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. كل واحد عايش مدرسته على طبيعته ويعبر على طريقته. عندك المجتهد وفي المخترع الجريء والرائد، مهما كان اختياري طبعي طبيعي. الربيع، صحة للجميع. يا ماما
يتم استضافته على شريط الرسائل. ترقبوا النجم الفائز بالتصويت كل يوم خميس الساعة 3 مساء. فقط أرسل كلمة صوت أو فوت مطبوعة برمز نجمك المفضل. قناة نون أحلى أوقاتي. أحلى أوقاتي.